الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. أنا أول مرة أتكلم عربي وجزء فرنساوي جزء إنجليزي، أنا مش عارف يعني، أنا صلولي عشان أقدر أوصل اللي عاوز أقوله لكم إياه. أنت عارفين في عنوان، في عنوان الموضوع، في طابق معناه إيه؟ إيه معنى الحتة دي؟ عارفين هانتر صياد وحب يصطاد وبيجري، الصياد بيجري ورا حاجة عشان يصطادها. ساعات احنا يتقلنا ان احنا اللي بنجري ورا حد عشان نصطاده، وساعات احنا مش بنحس ان في حد بيجري ورانا عشان يصطادنا. فيا ترى هل انت الصياد؟ Are you the hunter or the prey؟ هنعرف دلوقتي. وده في حياتنا كلها، in our life. Especially these days، الأيام اللي احنا فيها دي. يعني في آخر الـ first session ده كلنا هنبقى عارفين كويس احنا صحيح مين هو الصياد؟ هل أنا الصياد اللي بيجري ورا حد معين، ولا أنا اللي حد بيجري ورايا؟ كان مش دعوة بنات ودولات، بتكلم على الكل طبعا يعني. أكيد ممكن بنت تجري ورا ولد، ولد يجري ورا بنت، بس this is not the topic اللي بتكلم عليه خالص يعني. And it might apply، ممكن تطبق الكلام ده برضه على الموضوع ده يعني. فأنا عشان يعني introduction مقدمة، في جزء من الإنجيل أنا راه أشرحه بالعربي ببساطة قدامكم يكون بالفرنسية يعني، من سفر الرؤيا. سفر الرؤيا إصحاح 12 من آية 7 إلى 17 هتلاقوا فيه كلمة متكررة مرتين، كلمة الحرب the war. يبقوا شوفوا انتم متكررة في آية كام وآية كام، انا هسألكوا يعني وهنفهم ايه الموضوع بالظبط دلوقتي. فابتدي اشوف Revelation chapter 12 from 7 to 17. Is it there now? Okay. أول كلمة في verse 7 فيها كلمة إيه؟ حرب. يعني البداية بكلمة حرب. حصل حرب في السماء. السماء حصل حرب بين أرش إنجل مايكل إسمعك يا مخيل، وداهم من الناحية التانية لوسيفر اللي هو سيطان اللي هو الحية القديمة Old Serpent. سيطان خد معاه تلت، one third، تلت الملائكة. They rebel against ربنا، فيها ريبيليا يعني طبعا اتمردوا على ربنا. فأرش إنجل مايكل جال أمر من ربنا إن هو يمشي سيطان اللي هو لوسيفر والملائكة الوحشين اللي معاه يطردهم من السماء. فقامت حرب بأمر ربنا. أرش إنجل مايكل طبعا ومعاه الانجلز كلهم طردوا من السماء ونزل لينا على الارض
ساتان ومعاه الديمونز الجنود بتوعه. This is the beginning, دي المقدمة. فبتقول بيتكلم يقول يعني السماء افرحوا افرحوا عشان الناس الريبيليس اللي هم ملائكة الريبيليس اللي هم المتمردين دول خلاص نزلوا. لكن اللي قاعدين في الأرض بقى inhabitants of earth and sea اللي ساكنين في الأرض والبحر خلوا بالكم woe to you يعني هيبقى في عندكم ضيق تعب. شو من امتى؟ بدري خالص. فالبداية في الأول ساتان كان في السماء ومعاه ملائكة بس ايفل شر فنزلوا على الأرض. في الآية فيها يعني حتة عجيبة قوي. الآية بتقول لي ساتان became so angry غضبان. ليه غضبان؟ مش شان طرد من السماء بس يا لا عشان هو عارف ان وقته قصير. his time is short. من ساعة ما اطرد عارف ان وقته النهاية بتاعته جاية بسرعة. فاحنا ما نتضايقش من الشر. ساتان is so angry full of wrath يعني غضبان عشان مركزه قل وعشان his time is short وقته قصير. ما حدش يتضايق ان الشر is prevailing الشر منتشر. It's coming soon هيحصل خلاص. بس ساتان بعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ هتلاقوا في verse 11 آية دي آية مشهورة أوي تحفظوها كلكم. إزاي إحنا نغلب ساتان؟ لنقف قدامه ونغلبه. طبعا بدون without the cross without المسيح الصلاة على الصليب لا يمكن حد يقدر يغلب ساتان. إحنا نغلبه بإيه؟ بثلاث حاجات. فيرس 11 نغلبه بدم الخروف يعني دم المسيح اللي انصلب على الصليب عشان من غير المسيح اللي انصلب عشان مش ممكن نغلب ساتان أبدا. وتاني حاجة إن هما بيودس بيشهدوا المسيح في حياتهم. يعني أنا بتكلم مش هقول للناس مسيح حلو نو أنا أعمالي تبين ان انا انسان مسيحي. فانا بشهد للمسيح بين اصحابي في كل حتة مش بنتكلم بس ساعات بتكلم مهم نشهد لكن الويتنسينج يكون مينلي العمل بالاعمال بتاعتي. يقول الله البنت دي الولد ده يعني غريب is different غريب كده قوي في ايه؟ تلاقيه كده انسان هادي انسان بيور انسان نظراته كده بيبص كده بطريقة حلوة. فتقول ده غريب ليه؟ عشان ده مسيحي. يبقى أول حاجة إنه أغلب الشيطان باستمرار إن أتمسك بالصليب. ولما أبونا يمسك الصليب على حد حتى ديمون بوزيست الشيطان يخرج ما استحملش. تاني حاجة بنشهد للمسيح بعملنا. تالت حاجة إن أنا أموت لأجل المسيح ولأجل الخدمة. أحب المسيح أوي 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 وأحب إن أخدمه وأحب الخدمة حتى لو أنا got martyred استشهدت أو مت. فالتلات حاجات هما ايه بقى؟ أولها وهم غلبوه غلبوا الشيطان بإيه؟ بدم الحمل دم المسيح يعني وكلمة شهادتهم شهدوا من المسيح ومحبوش حياتهم حتى لو ماتوا. هم يحبوا حياتهم يعني
يبذلوها to sacrifice themselves من أجل المسيح. ده محاصر هذا في مصر دلوقتي وكتير في العالم. يحب المسيح قوي وأشهد لمسيح إن أنا مسيحي وأعمالي كلها حلوة حتى لو موتونا ما يجراش حاجة. الشيطان يتعب جدا جدا إلا ما أقول لهم أدي الصليب أهو وأنا ورا الصليب أنا ورا المسيح وأعمالي تبين إن مسيحي. وتالت حاجة أخدم المسيح أخدمه حتى لو مت. دي آية مهمة خالص تحفظوها. الفيرس كام؟ شابتر 12 في ريفيليشن نمرة 12 والآية رقم كام؟ 11. تحفظوها صم الحكاية دي. بعد كده الكنيسة عملوها يعني زي امرأة زي دائما في الأيقونات يعملوا الكنيسة ست. شو بخت البنات والستات يعني يرسموها ست الأيقونة. فالكنيسة نزلت عايشة في العالم in the wilderness. ربنا سمح يكون لها two wings جناحين بتوع إيجل بتاع نسر عشان تبقى تعرفين النسر يطير في العالي فوق خالص. فالكنيسة ربنا إداها حاجات ممكن تطير في الروحيات في السبيرتشواليتي لفوق خالص. ما توسخش بالطين بالوساخة بتاعت العالم. فجيل شيطان سيتان he spewed from his mouth يعني نزل من بقه كده مية like a flood عاوز يغرق الكنيسة. ايه هو الفلود ده؟ دي فيرس 15. عاوز يغرق الكنيسة بفلود. الشيطان الايام دي بيحاول يغرق الكنيسة بحاجتين. انتوا ماشيين معايا فاهميني؟ إذا حد مش فاهم مش عايز عشان بس حد يترجم يعني. خلي بالك حاجتين الشيطان عاوز يغرق بيهم الكنيسة. أول حاجة الهيرسيز البدعة يعني إيثيزم الإلحاد عدم الإيمان الإيمان ملخبط. وشايفين حواليك كتير أوي أوي هنا إن أنا أبعد عن المسيح خالص بالإيمان الفيث بتاعي. يعمل لي confusion. confusion اللي هو confusion يعني فاهمين الأيام دي this is the time بتاع confusion. إيه الصح والغلط؟ ناس كتير وقتي الغلط بقى صح والصح غلط. يعني what's right what's wrong ما كله ملخبط. طب أي حد يتكلم على الغلط إنه صح وكنت ديبيت يعني كنت ديبيت وارجيو وتناقش وتخانق واثبت لك ان انت اصلا غلطان وانت عندك الصح. فالشيطان في سفر الرؤيا تلاقوا اصحاح قبل 12 بيتكلم على الكونفيوجن اللي هتحصل قبل الانتي كرايست ما يجي ضد المسيح. فاحنا هي عايشين في حاله كونفيوجن والايمان متلخبط. وعشان يعني يضرب ضربة جامدة قوي يخبط خبطة بقى دي اللي هو قاصد الشيء يخبطنا بيها كلنا دلوقتي. كونفيوز احنا كونفيوجن والفيس ملخبط. الأرض العالم يعني ساعد الكنيسة وكل الفلاط ده اتبلع يعني راح الأرض شفطته كده يعني. يعني إيه؟ يعني ما أثرش على الكنيسة. ولاد الكنيسة ما تأثروش. فلما حصل كده داخلين في آية 17 الشيطان بقى سو أنجري أكتر. يعني كل اللي بيعمل الكلام ده عشان إحنا نبقى كونفيوز ومتلخبطين وإلى ما يروح خلانا
متضايق او متضايق. فعمل ايه؟ He became extremely angry, full of wrath, يعني مليان غضب. وبيجري ورا الكنيسة وأبناء الكنيسة, the offspring, ولاد الكنيسة اللي عندهم صفتين. آية 17 عندهم صفتين, هما دول اللي بيجري وراهم الشيطان عشان يوقعهم, confusion والإيمان. وبيجري وراهم الناس اللي هما they keep the commandments of God, يعني بيحفظوا وصايا ربنا. يعني يحفظوها, يعني ينفذوها, يعني to keep the commandment مش ان انا اسمع الآية, لا, عشان انا بعملها. ولهم شهادة لربنا يسوع المسيح. يبقى حاجتين, احفظ الوصايا جوه قلبي في حياتي واشهد للمسيح, يعني قالوا انت مسيحي, اقول انا مسيحي. هنموتك, اقول انا مسيحي, ما يهمنيش, اخافش. الشيطان بيجري وراهم, ورا دول. Are you one of them? انت حد منهم؟ اسألنا نفسكم, انت واحد من دول اللي يهمك تحفظ وصايا ربنا وتشهد المسيح, تقول انا كريستيان ما يهمنيش, انا مسيحي. مهما حصل هيخرجوك من الشغل عشان انت مسيح, قول اوكي. يحصل في وسط الشغل اضطهاد او حد يعمل لك تمتيشن يضايقك, انا اعرف ناس كتير دكاتره انطردوا من شغلهم. ليه؟ عشان كان في واحده هناك رئيس القسم مثلا عاوزها يعمل خطيه. قال لا لا, another Joseph, يعني واحد جوزيف بتاع زمان, فطردته من الشغل. ده ليه؟ عشان بيحب المسيح, يشهد للمسيح. فتفتكروا اخر ايه دي, Who is the hunter? مين الصياد؟ مين الصياد؟ سيتم. اللي بيجري ورا مين؟ اللي بيحبوا المسيح وعاوز يوقعهم, بيشهدوا المسيح وحافظين وصايا ربنا في حياتهم. احنا بنسميه انجيل معاش, يعني كان البايبل مفتوح كده. الشيخ راح يجيب ده بايبل مفتوح, الفيرسز بتطبق, الايات بتطبق حياته. عشان اوريكم نوع الحرب, نوع الحرب ايه, هنروح في سفر الرؤيا برضو, ريفيليشن شابتر 21 21 اخر ايه 27. الاصحاح ده بيتكلم على ايه؟ بيشرح اورشليم السماويه. اورشليم السماويه شكلها ايه؟ مين هيخش السما؟ وبيشرح كل حاجه فيها. وجه في اخر ايه قال مين الناس اللي مش ممكن هيخش السما. الشيطان عارف بقى مين مش هيخش السما, فهو مركز الحرب بتاعته لبين دول, بيحارب الايام دي حرب من نوع معين اللي ضامن بيها لو عملها اللي بيجري وراه مش هيخش السما اذا هم نفذوا كلامه. ايه 27 بيتكلم, بتقول ايه؟ مين الناس اللي مش هيخشوا السماء؟ عندهم صفتين مش ممكن يخشوا هيفن جيروسالم, يعني الا اذا تابوا, يعني الا يربنت. لكن ايه الحرب نوعها ايه؟ عاوز حد يفهم الايه دي ويقولها لي. ايه 27 رؤيا 21, اللي يخش السماء اللي اسمهم مكتوب طبعا عند ربنا ان هم ناس عايشين بيشهدوا المسيح. لكن ايه نوع الحرب؟ حد يقولها لي؟ ان ايه 27 قدامكم, ايه نوع الحرب بتاع اشتغل من دول؟ ايه
حاجتين. بيكذبوا. الناس اللي هم مش عايشين بيور، الناس الشيطان ضحك عليهم وخلاهم مش عايشين بيور، مش عايشين في قداسة يعني في هولينس، ضحك عليهم is much easier for him to speak in English. أسهل حاجة عنه بسيئة. أغلبكم ماشيين معايا فاهمين؟ هو عربي دكتور، يا ريت لو كله يعني أغلبيته عربي. أنا بتكلم حول عربي خلاص. الإنجليش بتاعنا يعني. بس أنا مش بتكلم عربي أهو. ولا إنجليزي. وعربي صعب ولا عربي سهل؟ لا العربي سهل، لا عربي سهل. دلوقتي بس عشان انتهي من حاجه دلوقتي، احنا ماشيين آية. الحرب نوعها ايه؟ الشيطان عشان ما فيش حد يخش الى السماء بيحاربه بحاجتين. الشيطان بيحاربنا بحاجتين. اول حاجه ان احنا نبقى عايشين في عيشه مش مقدسه، مش طاهره، مش نقيه، مش بيور، مش هولي. تاني حاجه نكذب. والاثنين ماشيين مع بعض. في واحد بيعيش عيشه وحشه ويقول انا عايش عيشه وحشه، بيكذب دايما. يعني اللي بيتفرج على حاجه وحشه او بيعمل اعمال ما هياش بيور، ما هياش فيها طهاره، فيها نجاسه، فيها ديفايلمنت، يعني دايما يكذب، عاوز يعيش ان هايدنج، مستخبي. فالشيطان عارف. لو انتم ترجعوا لوحدكم الاصحاح 21 ده آية 8 هتلاقوا في الفيرس 8 ده في 8 مجاميع مش هيخشوا الملكوت. لكن جه في اخر الاصحاح بقى قال بقى انا هركز بقى، انا هم دول انا عاوزهم، الخطيتين دول اللي يعيش في نجاسه يعني مش في طهاره مش في قداسه ويكذب. هي دي الحاجتين مش هتدخلوا الملكوت. يبقى في حرب. مين الصياد؟ الشيطان. سيد بيجري ورا مين؟ اللي هم حافظين وصايا ربنا، كيب الكوماند بتاعت ذا لورد، ويوتنس بيشهدوا للمسيح في حياتهم. يحاربهم بايه؟ الحاجتين دول اللي هم ايه؟ عدم القداسة والكذب. نروح لفيرست كورنثيان شابتر 3 فيرس 16 و17. كورنثوس الأولى صح الثالث آية 16 و17 بنفس المعنى ده برضه. إز أوكي؟ دلوقتي لما أسأل حد منكم أنت مين؟ يقول لي أنا ميري، أنا جون. أقول له أوكي، بس يعني بالحقيقة ريلي ريلي هو يو آر. فيرس 16 بتقول أنتم مش عارفين أنتم مين؟ أنتم عارفين أنتم مين؟ أنتم تمبل أوف جاد، أنتم هيكل ربنا، أنتم هيكل. يعني كل واحد فيكم عبارة عن هيكل ربنا ماشي على الأرض. الهيكل ده اسمه ميري، اسمه بيتر، اسمه جون. والروح القدس ساكن بيسكن جوانا. يعني الهيكل ده
مليان من جوه بالروح القدس. بيقول بالعربي يعني انتوا مش عارفين انتوا مين. ده كل واحد فيكم عباره عن هيكل لربنا، وجواه ربنا ساكن جواه الروح القدس. طب ايه 17 بتقول ايه بقى؟ برضو حد يقولها لي بشطارته كده يعني. اللي يعمل ايه في الهيكل ربنا يعمل فيه ايه؟ verse 17 17 هي بيتقال اذا عملت ايه في الهيكل ده ربنا هيعمل فيه ايه. بيقول اللي بيفسد هيكل الله يفسده الله. يعني ايه؟ يعني ايه عندكم الكلام ده بالمعنى ده؟ يعني ايه؟ يعني اللي يمشي بالخطية بتاعة رؤية 21 اللي خطية عدم القداسة، يبقى أنا بوسخ الهيكل بتاع ربنا، مش بكيب الهيكل بيور، بدخله في impurity في عدم نقاوة وعدم طهارة ربنا. will destroy him، يعني ربنا اللي ما تبتش هتكون النهاية وحش خالص، عشان temple of God هيكل ربنا مقدس holy اللي هو انتم. فكل واحد من العيب حاليا ده، كل واحد متعمد الهيكل بتاعه مقدس جدا. ليه؟ لان مين اللي جوه الهيكل؟ مين اللي ساكن جوه الهيكل؟ اللي هو السبيريت اللي هو القداسة، مصدر القداسة الروح القدس اللي بيقدس جوه. فانتم بيقولوا انتم مش عارفين انتم مين؟ ده كل واحد فيكم هيكل مقدس، واوعى حد فيكم يوسخ الهيكل ده بالخطايا اللي هي عدم قداسة ويستمر كده ما يتوبش. لانه if you continue this way يعني God will destroy him، يعني ربنا هيبقى النهاية وحش خالص ليه، لأن هيك ربنا مقدس ولازم يفضل مقدس. المعنى ماشي؟ ماشي معايا؟ نروح لكورنثوس الأولى الإصحاح السادس آية 19 و20، نفس المعنى بس بطريقة توضح. شوف احنا بنوضح الأول الحرب الأول إيه؟ مين الصياد؟ بيجري ورا مين؟ صفاتهم إيه؟ اللي بيجري وراهم دول ولاد الكنيسة اللي هم إيه؟ اللي هم حافظين الكوماندمنت وصايا ربنا وبيشهدوا المسيح في حياته، يقولوا احنا بنحب المسيح قوي وأعمالهم تبين كده. وقال نوع الحرب إيه؟ نوع الحرب هي إيه؟ عدم القداسة والكذب. وقال لنا افتكروا انتوا ايه؟ كل واحد فيكم الهيكل ومقدس، واوعى حد يوسخ الهيكل ده وما يتوبش. لو استمر كده ربنا هيديك خالص خالص والنهايه تكون وحش. نشوف بقى كروس اولى 6 19 20 بتقول ايه؟ بتقول نفس المعنى برضه. بتقول انتم مش عارفين ان انتم هيكل تمبل، يعني هيكل للروح القدس اللي جواكم واللي فيكم اللي ربنا حطه فيكم، وانتم ما تملكوش نفسكم. يعني مش ده جسمي انا، ده بتاعي انا، حر اعمل فيه انا عاوز اعمله. احنا لا نملك نفسنا. ليه؟ اشتريها بثمن، يعني ربنا دفع ثمن فينا عشان يشترينا. يعني خد كل واحد قال له انت بتاعي دلوقتي، قام يمسك ولا كده قال له تعالى انت حبيبي، انت بتاعي، انت اصبحت الهيكل وانا هسكن جواك الروح القدس جواك. فبيقول انتم اشتريتوا بثمن، يعني ربنا اشترى بثمن. ايه هو الثمن ده؟ ايه هو الثمن ربنا دفعه عشان يعمل كل واحد فينا هيكل كده مقدس؟ ايه الثمن ده؟ Say it please، قولوا. الثمن ده المسيح دفع حياته كلها، دم المسيح.
المسيح على الصليب مات، مات بيولوجيكلي، مات عشان أنا أعيش. تمن عجيب جدا. في آية 20 بكام بيقول إيه بقى إيه؟ فغلوريفاي جاد، مجدهم ربنا في أجسادكم في الجسد بتاعكم ده، وأرواحكم اللي هي مش بتاعتكم، هي ربنا الله. It's Christ. بتاعت ربنا. يبقى أنا لما أمشي بوصايا ربنا وحافظ على الهيكل بتاع ربنا ده، اللي هو أنا كل حتة على عينيا وداني وإيديا ورجليا والبيهيفير بتاع التصرفات بتاعتي أمشي فيها بحسن ربنا عاوز، أنا بدي جلوري، جلوري تو جيسوس ده ربنا. فبيقول مجدوا ربنا في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله. يعني إيه لله؟ مش بتاعتكم. إيه واحد يقول دي إيدي؟ يعني دي إيد ربنا مش إيدي أنا. ربنا اشتريها بتمن. يا عيني دي مش بتاعتي. ما أقدرش أستعملها بأي حاجة أنا عاوزها، بأي طريقة. دي بتاعت المسيح. أخد بالي أنا بستعمل عين المسيح دي إزاي؟ ودن المسيح دي بسمع بيها إيه؟ بق المسيح ده بتكلم بيه ايه؟ ايد المسيح دي بستعملها ازاي؟ لانه بيقول ايه؟ كل حاجه اعملها اعملها بطريقه هولي، لان دي اصبحت بتاعت المسيح. جسمي ده هيكل خاص لربنا وبتاع المسيح. الدفع فيه ثمن. والثمن غالي جدا. طب دم المسيح ثمنه يساوي كام؟ يعني نقطة واحدة كده من دم المسيح. سوى قد ايه؟ مثلا مليون دولار مثلا سوى قد ايه؟ حاجة ملهاش تمن. المسيح، بص يا حبايبي السؤال ده مهم قوي. المسيح ده على الصليب مات عشان مين؟ المسيح على الصليب مات عشان مين؟ أنا عايز أسمع منكم، حد يقول كلمة؟ العالم. عشاننا كلنا؟ ولا عشاني أنا؟ This is very important question please. مات عشاني ولا عشاننا كلنا؟ لما أنا أسألك مثلا، حد هنا قدامي مثلا اسمها سوزي. سوزي المسيح مات علشانك ولا عشان الكل كده؟ عشاني. يعني مهم جدا جدا ان نعمل العلاقه دي. المسيح مات عشاني انا، ومات عشان كل واحد صحيح، بس انا في حياتي وعلاقتي بالمسيح، الريليشن شيب مع المسيح، اقول انت مت علشاني. المسيح ده نزل دمه كله علشاني انا. دي مهمه قوي قوي، عشان لما حد يقول ايه علشاننا كلنا، الواحد بيتوه في النص كده تايه، يقول فلان انا وحش، مش ممكن مات عشاني، مات عشان مات عشاني انا. ممكن حد تاني يديني الفرنش بليز الجمله دي، قولها لي. Dieu il est mort pour moi, pas pour tout le monde, pour moi. Did you get it؟ فاهمينها؟ يعني لو قول دلوقتي حقيقي، المسيح مات عشان مين؟ الاجابه بتقول ايه؟ عشاني انا. وكلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيكل مقدس ماشي. الاجزاء دي كلها بتاعت ربنا، العينين، المعدة، البطن، الايد، الرجل، كلها دي بتاعت ربنا، دفع فيها تمن. لما سرح شعري وحط حاجة على وشي كده، اقف قدام المراية اقول له اشكرك يا رب، ثانك يو، عشان خدك، مناخيرك، بقك، عينيك، وده
بإيدانك دي بتاعتك مش بتاعتي أنا. فلازم أخد بالي إن أستعمل كل حاجة من حاجات ربنا دي أستعملها بإيه؟ بطريقة بيور، بطريقة مقدسة. هنطبق الكلام دلوقتي دي كل وده دي مقدمة دي انترودكشن. طلع الآية سمحت بتاعت ماثيو 5:8 قبل الرسمة. هوريكوا دياجرام، في دياجرام بتشوفه دلوقتي هشرح عليه. في حد مش فاهم يا جماعة؟ فاهمين كده ولا في حد مش فاهم حاجة؟ الدياجرام بقى ده الابلكيشن التطبيق هنطبق بقى دلوقتي. في ايه قبليه؟ ايه في انجيل معلمنا متى اصحاح 5 ايه 8. عارفين حاجه اسمها الشابتر 5 و 6 و 7 شابتر 5 و 6 و 7 5 و 6 و 7 في انجيل متى اسمهم ايه؟ اسمع بلغتهم ايه؟ بلغه ايه؟ الموعظة على الجبل. ده الكونستيتيوشن. عارفين الدستور ده الكونستيتيوشن بتاعنا في المسيح. آية 5 آية 8 بتقول ايه؟ بتقول ربنا بيقول بلسل بيطوب يعني طوبة للبيور ان هارت، الناس قلبهم بيور عشان دول بيشوفوا ربنا. دي كود سي جاد. انا ممكن اشوف ربنا اذا قلبي بيور. يعني ايه بيور بقى؟ هنعرف في الرسمه دي يعني ايه بيور. يعني ايه واحد يكون بيور؟ بيور يعني ايه بالفرنش؟ كده برضه يعني حكايه ماشي يعني انجليزي فرنساوي يعني. طلعنا الدايرة دلوقتي. دلوقتي ايه اللي شايفينه قدامكم دلوقتي؟ نيوكلير بوم سيركلز دوائر جوه بعضها. ده دايجرام فور يو اند مي. كل واحد فينا الدايجرام ده. الدايجرام ده فيه 8 سيركلز جوه بعض. اول سيركل من بره نمرة واحد يعني مكتوب عليها البادي الجسم. البادي بتاعنا يعني اللحم ده. البادي اللي فيه الحواس السنس العينين والمناخير والكلام والشم والودان. ده البادي. بره البادي في دايرة حمراء مكتوب عليها ايه؟ ميلون. عارفين الميلون؟ ابونا لما واحد بيتعمد مش بيتهانوا بحاجه اسمها ميلون. جوه الميلون ده فيه ايه؟ اول ميلون اتعمل امتى؟ اول زيت ميلون اتعمل امتى؟ اتعمل لما المسيح نزلونا على الصليب ودخل التوم وطلع خدوا كل سبايسز خدوا كل السبايسز كلها وكان جوه السبايسز فيه دم المسيح.
المسيح كان كله بعد السكورجينج، بعد الضرب والكرباج، المسيح كله كان بينزل دم. فالبلاد بتاع المسيح كله كان مختلط بيكس كده مع السبايسز. خدوا السبايسز دي بالدم اللي فيها، هو ده ما يروم. And it never finished، ما بتخلصش. أما تخلص بنزوده، الميرون يتعامل تاني. يبقى عامل هيرون أحمر ليه؟ عشان دم المسيح موجود فيها. لما بقولت بالزيت على الميرون ده، ده جواه فعلا دم المسيح فعلا. It doesn't end، ما بتخلصش. Never finished. يبقى في بره مدهون الجسم من بره بالميرون، أول دايرة اللي هي البادي. طب الدايرة اللي بعدها جواها مكتوب عليها إيه؟ spirit اللي هي الروح. الروح بتاعتنا إحنا living، إحنا أحياء كده نتحرك عشان جوانا روح. لو الروح خرجت نموت. الروح دي ابتدت إمتى؟ يعني الروح دي ابتدت إمتى جوانا؟ ترجعوا لسفر التكوين، يعني جينيسيس شابتر 2 فيرس 7. جينيسيس شابتر 2 فيرس 7. ربنا خلق آدم منين؟ جاب شوية تراب وعمل منهم آدم. الفيرست يعني أول خلقة ربنا خلقها آدم. فجاب آدم من الأرض وعمل كده شكل كده تراب، وبعدين عمل فيه إيه؟ ربنا نفخ جوه وش آدم في مناخيره كده، نفخ كده، ربنا نفخ من روحه جوه آدم، آدم اتحرك بقى حي. يبقى الروح دي جت منين؟ ربنا. وآدم خلف، فالخلايا بتاعته حية، الخلايا بتاعته ألايف، وخلايا حواء ألايف مع بعض الاثنين، يبقى اللي جه بعد كده ألايف ألايف. بس اللايف جاية منين أصلا؟ السبيريت جاية من الروح، جاية منين؟ جاية من نفخة ربنا في الأول، تكوين 2:7. كل واحد فينا يا احبائي، بصوا، كل واحد فينا في ثلاث حاجات، في بادي جسم، وسبيريت روح، وسول سول ريفريش. يعني طب ايه هي السول؟ ايه هي الروح؟ النفس. ما حدش يعرف. الدايجرام ده انا اللي عامله، الدايجرام بتاعي انا، يعني مش انا بشرح عليه الجماعة الكاونسلرز، بشرح عليه في اجتماعات. النفس دي او الصوت دي فيها خمس حاجات، ودي هتروح السماء معانا فوق. الخمس حاجات دول ما نقدرش نعرف مكانهم في الجسم فين. انا حاططهم بالترتيب، الخمس حاجات دول، الدايرة لما ثلاثة مكتوب عليها السبكونشس. سبكونشس اللي هي عبارة عن الروم، أوضة كده موجودة. أنا عارف جايز تكون فوق في المخ فين، مش عارف يعني. all الميموريز، كل أي حاجة بشوفها بسمعها بتتخزن فيها، تتخزن جوه الأوضة دي، أوضة زي كده. كل ما أشوف حاجة تتخزن هنا الذكريات، الميموريز اتحط فيها. اشوف حاجه منظر مثلا الصبحيه اتخزن فيها، احلى بيه بالليل لما نايم ديزي كده يطلع المنظر ده. فالسب كونشس لما واحد يكون متبنج في عمليه سيرجري، يدوله بينج يعني انستيزيا، يبتدي يتكلم منين؟ من اللي متخزن جوه في السب كونشس ده.
والقصص بقى والحاجات يعني. يتخافوا كلكم قبل أو عشان طلع يطلع كل حاجة مستخبية كلها يعني. ده subconscious. subconscious ده الدائرة اللي بعديه جواها حاجة اسمها conscience اللي هو conscience اللي هو الضمير بتاعنا. اسمه ايه عندكم؟ يلا بقى اوكي الحمد لله. طب ايه هو الضمير يا حبايبي؟ ايه هو الضمير ده؟ الضمير ده هو المبادئ البرنسبلز اللي بعرف فيها الصح من الغلط. يعني مثلا الضمير بتاع انسان مسيحي يقول مثلا انا ما اكذبش، انا لازم احترم، اي ريسبكت، انا لازم احب ربنا. الضمير بتاعي لو جابولي قدامي اسرق، البرنسبل بتاع ضمير يقول لا ما تسرقش ما تسرقش. يبقى الضمير بتاع كل انسان بيختلف عن التاني. الضمير ده هي عارفين مسطرة، لولا كده مسطرة اللي بقيس بيها، المجر اللي بعرف بالصح من الغلط هو ده الضمير. طب الضمير ده موجود فين في الجسم؟ تالت حاجة اللي هي الويل، الإرادة. الإرادة عندو كلام من الفرنش. يبقى الإرادة دي موجودة فين؟ العراش. لو واحد إرادته ضعيفة ممكن يبقى أدكت، يجيله بير بريشر عليه، ضغوط من أصحابه بتاع، يقوم يتكسف يعمل حاجة وحشة. لو إرادته قوية يقول نو. فالإرادة دي بتبتدي من سن سنتين، البيرنس يكونوها فينا يساعدونا، بس الإرادة دي موجودة فين في الجسم؟ ما نعرفش. بعد كده في الثينكينج، التفكير، يعني القدرة على التفكير، إن أفكر، موجودة فين؟ هي في المخ. فين؟ فين في المخ؟ بعد كده في الفيلينج، الإحساس، المشاعر، أحس مثلا أنا تعبان، أحس إن أخويا تعبان، إن أختي تعبانة، الفيلينجز. طب دي موجودة فين؟ في الهارت؟ الهارت اللي فيه الدم ده دي لاير نمرة كام؟ وصلنا لاير نمرة كام دلوقتي؟ أول حاجة الجسم نمرة واحد، بعدين السبيريت الروح، بعد كده السبكونشس، وبعدين الكونشس ضمير، وبعدين الإرادة الويل، وبعدين الثينكينج والفيلينج. يبقى كام؟ سبعة. سبعة. إيه اللي جوه سبعة؟ في دايرة سودة كده مكتوب عليها إيه؟ سن، خطية. طب إيه بقى اللي موجود؟ السنتر، المركز بتاع الدايرة دي كلها جوه إيه؟ الهولي سبيريت. مش هو قال كده؟ أنتوا تمبل أوف جاد، هولي سبيريت دويلز إن يو، روح ربنا ساكن جواكم. يبقى ده الإنسان المسيحي، الروح القدس جواه، وفي دايرة خطية، وبين السبع حاجات دول. طيب، حد شايف بره الدايجرام ده في أروز، في أسهم كده؟ سيتان بيضرب أسهم أروز كده عشان يضربها لينا، عشان يخلي كل جزء من الأجزاء دي يتلخبط يتوسخ. الانفايرمنت، البيئة اللي حوالينا، ناس حوالينا برضو بيبعتوا مسجز كده ممكن توسخ الكومبوننتس دي اللي الأجزاء دي. واحنا خارجين من المعمودية، خلي بالكم كويس بقى، واحنا خارجين من المعمودية، انتوا كلكم متعمدين مش كده؟
baptized وما اتناولش الزيارة النهاردة. اللي اتعمد ده وخارج من المعمودية كل الكومبوننتس دي كل الأجزاء دي كلها so pure so pure خالص مفيش خطيئة خالص pure يعني غير خطيئة هقول لك بالظبط دلوقتي بس انا اجي دلوقتي في اشعياء بيقول ايه اشعياء النبي بيقول ايه ان خطاياكم الخطايا بتاعتنا زي حيطه كده بتفصل بيني وبينكم الخطيه دي واقفه بين ربنا اللي جوانا وبين كل اجزاء الجسم دي لو الخطية ديت اتشالت تروح بايه؟ الخطية دي ازاي الدائرة السوداء دي تروح؟ لو عملنا ايه؟ If you repent توبة لو توبت اعترفت تولت الدائرة تروح خالص تلاقي الهولي سبيريت بقى هولي سبيريت ابتدى يملى كل السبع مكونات دول كلهم لكن لو في خطايا يبقى الروح القدس جوايا موجود بس مفيش اتصال بينهم نفر الروح القدس زي ميه نفرض يعني او لايك فاير نار لو انا جبت بص يا حبايبي لو انا حطيت هنا شويه في وسط القعده دي نار وحواليها حيطة تخينة قوي وانتوا عين حوالي الحيطة دي مش هتحس النار سخنة لأن في حيطة كبيرة قوي بينكم وبين النار اللي جوه طب شيل الحيطة دي هيحصل ايه؟ هتحسوا بالهيت هتحسوا بالحرارة لو راح خلص ده مية وشلت الدالة الخطية دي المية دي تجري وتملى كل الجسم مسميه احنا واحد ايه اتملى بالروح القدس الامتلاء من الروح القدس يعني ايه يعني كل ما الخطيه تروح يبقى كلنا مليانين من ربنا الروح القدس مالي مقدس الحاجات دي كلها لكن عايز افكركم بحاجه مهمه افتكروها دلوقتي في المعموديه احبائي اسمعوا كويس الحته دي بليز في المعموديه كل الحاجات دي بقت so pure القديس يوحنا الحبيب بيقول ايه مفيش ميكسينج مفيش اختلاط بين النور والضلمة مش ممكن النور ازاي اخلط النور بالضلمة مع بعض مفيش اختلاط بين النور والضلمة مقدرش to mix them together طب ايه بيحصل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني الخطية دي لما واحد مثلا يفكر تفكير غلط او يبقى عنده feelings غلط او يعمل اعمال بجسمه غلط او حواس بتاعته senses غلط الخطايا تعمل ايه؟ هل الخطايا دي ممكن تغير ال purity بتاعت كل كومبوننت سؤال صعب قوي سؤال لاهوتي صعب يعني مش كده هجاوبه احسن بكم لو انا جبت امثلهولكم حاجه تاني عمركم شفتم حاجه كريستال عارفين كريستال نجفة مثلا عنده كريستال اي كريستال هاخد حته الكريستال دي احطها في الطين اخد واحده احطها جوه الطين واحط ميه وتبقى طين خالص واسيبها جوه الطين 1 مانث 2 مانث 1 يير سنه بحال جوه الطين اطلعها الاقيها حواليها ايه
حواليها مط، حواليها طين. هل الطين ده ممكن يخش جوه الكريستال؟ ممكن الطين ده يخش جوه السبسنس بتاع الكريستال؟ نو. طب عشان انضفها اعمل ايه؟ افتح الحنفيه تقعد تحتها، الطين ينزل تبقى نظيفه خالص. فاهمين؟ الخطيه والكومبوننتس دي، الخطيه زي حته الطين بتلزق من بره، ان مفيش اختلاط ميكسينج بين النور والظلمه. احنا نور، السكند نيتشر اللي واخدينها النيتشر الجديده في المعموديه عباره عن نور وفيري هولي. الوساخه دي تلزق عليها بس، اعترف اتوب ريبنت اتغسل. يبقى نفرض انا تمثال كده معمول كريستال، يعني كل واحد فيكم عامل له تمثال زيه بالظبط، كله كريستال ومخروم من جوه. الكريستال ده جوه نور، في نور جوه، حاطط لمبه منوره جوه كده، والكريستال ده شفاف خالص، ترانسبيرنت، ببص فيه الاقي منور. هجيب باكت كده جردل مليان طين وكبه على التمثال. التمثال كله حوالين ايه؟ فيه ايه؟ حوالين الطين، مش كده؟ طب النور جوه ولا مش جوه؟ جوه. النور لسه جوه. طب انا كنت هيسيء النور، انا شايف النور؟ لا، في طين، مش كده؟ يبقى في طين صحيح، لكن النور لسه جوه. انا عندي ايمان وعارف كويس ان النور جوه، بس في طين بره. ازاي التمثال ده ينضف؟ اجيب ووتر جان، خرطوم ميه واعمل كده، يروح كل ده احط تحت الشاور، الميه تنزل، الطين كله يروح. هل هلاقي الطين دخل جوه الكريستال؟ لا. This is you and me. الخطية يا احبائي ايا كانت خطية، طين وحشة او ما توب تتغسل بالتوبة نرجع نضاف تاني خالص. طب النور اللي جوه ده ايه؟ اللي جوه واحد فينا فيه نور، النور ده اللي هو ايه؟ الهولي سبيريت. فاهمين يا حبيبي دلوقتي؟ يبقى انا ببص لواحد بيعمل اعمال وحشه، واحد بتعمل اعمال وحشه، طين عليه او عليه، اقول ايه ده؟ ده الست ديت بقت كلها طين. ده مين؟ ده الشخص اللي مش عارف ان اللي جواها فيه ايه؟ جواها نور، جواها الهولي سبيريت جوه. ما بصش لاي حد ابدا بيعمل حاجه وحشه اقول مقلب ديسكاستنج حاجه، نو. ده ايه ده؟ اقول ايه؟ اقول ده في هوب، في امل. ده هو كله محتاج ياخد ايه؟ الراجل ده سيد محتاج ياخد حاجه واحده بس، ياخد ايه؟ ياخد شاور بس، مهما كان عليه طين. وخد شاور يحصل ايه؟ هينزل ويفضل من جوه. مش ممكن طين يلزق ليه ابدا. الشاور ده اللي احنا قلنا له ايه؟ التوبه، الريبنتنس، التوبه. اتوب، اعترف، اخد جسد المسيح دمه، خلاص. يبقى ربنا لما مات على الصليب ادانا الطريقه ان مهما غلطنا في هوب. يبقى في حد هنا خدام؟ الخادم يبص للناس اللي بيخدمهم مهما كان لبسهم وشكلهم، اقول ايه؟ انا شايف الروح القدس جواهم. اللي بره دي حاجه ما اعرفش من حد، ما اقولش ايه ده؟
مفيش خوف في ده خالص. ده بقى كله درجز، ده عايش في حاجة وحشة. No. Always باستمرار في خوف، في رجاء. ليه؟ الروح كل ساكن جوه. والخطية دي حاجة خارجية من بره. ولاد ربنا متعمدين، كل يلزمهم بس توبة، شاور، يكون ضعف فل تاني، نرجع كده خارجين من المعمودية تاني. هي حسب برضو مع يعني في حد. سؤال يا دكتور نبيل. يس. تمن دوائر حسب كان دايرة اتأثرت، يعني لو واحد مثلا الإرادة بس اللي اتأثرت شاور وعيد، لكن لو ثمن دايره اقول لك حاجه حلوه، ممكن استلف. بص يا احبائي، لو لا 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 خالص، اقول لك حاجه حلوه، ممكن استلف بيرس بتاعت واحده، بيرس شنطه مش هاخد جواها مخموش، يعني مراتي عندها شنطه هتسيها اي حد. اوكي، الشنطة دي جواها كتير قوي، أكيد يعني، ما فيش شنطة الست إلا جواها كتير طبعًا، ولو عندها بيبي شنطة الست دي هتلاقي جواها دايبرز وجواها جواها ليمون وجواها سوبر ماركت، كل حاجة في شنطة. وممكن جوا الشنطة دي إزازة برفيوم، مش كده؟ يعني الشنطة دي جواها ايه؟ محتويات كتير، ميني كونتنتس، يعني اكتر من 6-7 حاجات. طيب نفرض صاحبة الشنطة دي راح الشغل خدت معاها ساندوتش، الساندوتش ده جواه مرتديلا مثلا، جواه لحمة، جواه اي حاجة، كفتة، اي حاجة، وحطتها جوا الشنطة وراح جه معاها اللانش، نفسها تاكل الساندوتش ده، راحت البيت حطت الشنطة وتاني يوم خدت شنطة تانية، استلمتش جوه. بعد 3-4 days هيحصل ايه؟ الشنطة دي ريحتها تبقى شكلها ايه؟ هتبقى so bad. طيب هل الشنطة يعني الجلد بس ولا كل الكونتنتس جوه هتبقى ريحتهم وحشة؟ خطية، بص يا حبايبي، خطية واحدة لأي حاجة من الدوائر دي تلاقي كل البودي سميلز باد، لدرجة إن صاحب الشنطة مش عارف تعمل فيها إيه؟ لو لأ، يعني لو انا الفكر بتاعي في خطيه هتلاقي اعمالي بقى، ارادتي، ضميري، السبكونشس بتاعي كله ابتدى يتاثر. طيب نفرض الست دي صاحب الشنطه دي مش واخده بالها، ازازه البرفيوم دي اتكبت جوه، اتفتحت كلها اتكبت جوه، هيحصل ايه؟ البرفيوم وهي ماشيه البرفيوم ريحته في كل حته، طب الكونتنتس جوه ريحته وشكلهم ايه؟ برفيوم. يبقى اذا حد عمل خطيه ما يقولش انا بعمل خطيه بفكري بس، لكن الايموش عاطفه بتاعتي وعينيا وبطني كلها مش حاسمه كده. الخطيه بتاثر على كل الكومبوننتس، ولما توب كل ينضف. البرفيوم ده صاحب الشنطه ماشيه مش دريانه، البرفيوم اتكب جوه، لكن everybody around smell the aroma of Christ، ريحه المسيح اللي فينا، لان احنا مش دريانين. كان everybody smells بيشم ريحة المسيح اللي فينا، والروح القدس بيخلي كل المكونات دي كلها ريحتها حلوة. في سفر النشيد بيسموها beds of spices،
يعني يعني بيز اوف سبايس يعني بالفرنش يعني. عارفين لما حد يزرع في البيت بتاعه يعمل خطوط كده ويحط فيها نباتات بتطلع ريحه حلوه، فالمسيح يخش يقول ايه الله ال 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 التفكير بتاع الانسان ده ريحته حلوه، ال 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 الاحساس بتاعه ريحته حلوه، الحواس بتاعته السنسز دي ريحتها حلوه، السب كونشس مليان قصص حلوه، مليان بايبل ومليان قديسين. طب لو كان مليان حاجه ثانيه يبقى ريحته ايه؟ يعني اللي بيقعد قدامه الكمبيوتر يتفرج على حاجات وحشه مثلا ويتخزن عنده السب كونشس، يبقى السب كونشس بتاعته ريحته شكلها ايه؟ وهل السب كونشس ده اللي مليان بالمناظر الوحشه اللي شفتها دي ممكن تاثر على other parts of body؟ يعني افكر في اللي شفته قبل كده واحس بيه واتصرف ازاي؟ تلاقي الكمبوزر اتلخبطت. فالبيرسي دي زي الرسمه دي، اي حاجه وحشه ممكن تخلي كل ريحته وحشه، ولو هي نظيفه وريحه المسيح جواها تخلي كلها ريحتها حلوه. افتكروا تمثال الكريستال، اوعوا بليز بليز don't lose hope in anybody، اوعوا تفقدوا الامل في اي انسان. ليه؟ انا روح قدس جواه. حاجه ثانيه، اذا انا ما شفتش الروح القدس جوه واحد، ما شفتش ربنا جوه انسان، انا بخدم وانا قرفان من واحد او من واحده عشان تصرفاتهم وحشه، الشخص ده في تيم بره. But who is really the blind؟ مين الشخص الأعمى الحقيقي؟ اللي هو مش شايف الروح القدس جوه. الخادم هو اللي عنده spiritual blindness، عمى روحي. لأن لما أنا ربنا مديني القدرة والإيمان أبقى عارف كويس قوي إن جوه كل إنسان في روح ربنا وإن في أمل فيه مهما عمل. مهما عمل افضل اصلي واصلي لغايه لما اروح ياخد شاور. ياخده امتى بقى؟ رد هو اسمه ويل. هذا الانسان اللي خد البرنسبلز بتاعت ربنا، انا علمته عيل صغير، علمته عن ربنا كويس وفهمته كل حاجه عن ربنا، وبعدين غلط. اغلب الشباب يقعد من سن كذا لسن كذا ملخبط وتعبان، وبعد شويه يفوق لربنا. يفوق ليه؟ لما يقول اخد شاور. سهل قوي. يوم ياخد شاور ينضف ويرجع يبقى خارج. ده شفت قديسين يا احبائي. شفت قديسين عايشين في حياه قداسه وفي اول حياتهم كانوا عايشين حياه لخبطه. ابوهم بيحكي لكم حكايات كتير قوي. مش بس قيس موسى الاسود وسانت بيرو ايجيبت. نو. ناس في العالم معانا دلوقتي. عايشين عيشه وحشه جدا. وبعدين قرر ياخد شاور. خد شاور ابتدى يخش حاله قداسه، وصل ان هو ربنا وراله مكانه في السماء فين؟ وبقى عايش السماء. فالمهم اوعوا تقولوا ان الطريق صعب، هي كلها وان شاور. واللي بيدوق طعم الشاور، مش انتوا بتاخدوا شاور برضه؟ Do you take showers؟ اللي بياخد شاور يا احبائي، بص بياخد شاور يحس جسمه نضيف. طب يقعد كده راح الصحراء اسبوعين مش بياخد شاور، يحس بايه؟ يحس جسمه بياكله، حاسس انه عاوز ياخد شاور. It's the same. اللي عايش في حياه توبه لو جت حاجه وسخه عليه يبقى يوسف بسرعه يخلص منها، يوسف يستحمى بسرعه. وكل قاعد معاه المفتاح بتاع الشاور يفتحه. اي واحد عاوز يعني يفتح له الشاور، ينزل الشاور، مش عند ابونا سهله.
اوكي. يبقى انا قلت لكم الرسمه دي احنا جوانا ايه. طيب لما احنا احبائي بص، لما حد فينا هي وقت معين تو ديبارت، يطلع السماء، ايه اللي هيطلع السماء في الرسمه دي؟ الدايجرام ده ايه اللي بيروح السماء فوق؟ from number 2 to the end من جوه. لما انا في السماء انا عندي ميموري، بفتكر اللي حصل على الارض ايه. يعني مثلا اي حد قريبنا فوق في السماء فاكر اللي حصل له على الارض؟ طبعا فاكر، يعني subconscious موجود في ميموري. طب اللي فوق عندهم مبادئ؟ طبعا مبادئ، ما الشيطان مبادئ اتلخبطت وغلط. عندهم تفكير؟ طبعا يفكروا. بيحبوا بعض؟ عندهم عاطفه. فكل الحاجات دي وهم احياء في روح ومقدسين بالروح القدس. البودي بس هو اللي بنسيبه على الارض هنا، بنسيبه لفتره معينه for some time، بعد شويه هيتغير بجسد روحاني ويبقى يطلع معانا فوق تاني. حد عنده سؤال؟ الروح القدس وظيفته فينا انه بيقول لكل كومبوننت اصحى فوق. بيبكت الروح القدس convict the heart، يعني يقول الفكر ايه؟ نو انت اتولدت بالمعمودية نظيف، ليه انت بتفكر الافكار دي؟ يشجعني بانكارج مي ويقول لا لازم تتوب، تاخد شاور يا فكر، تاخد شاور. ويقول للضمير انت غلط، ليه انت ابتديت تفوت دلوقتي؟ انت ليه كنت زمان ما تعملش حاجات غلط؟ مبادئك كان صح، ليه غيرت مبادئك؟ يعني كل كومبوننت من دول هو خارج المعموديه sanctified، يعني مقدس بالروح القدس. الروس الكبير كان بيعلمنا كده، يعني اسمها sanctification، التقديس. فكل الأجزاء دي كلها مقدسة بالروح القدس، ولما أغلط الروح القدس بيconvict my heart، يبكيني يقول لي دي غلط، ليه أنت بتعمل كده؟ ارجع تاني وتوب. فالروح القدس لو أنا حطيت خطايا كتير بيني وبين الروح القدس، أبقى عايش في برودة روحية، مش حاسس بتبكيت الروح القدس ليا. القلب الروحي بقى ايه؟ بقى تخن، القلب الروحي بقى صلب، بقى كرول، انسان قاسي. فالروح القدس يبكت وينبه عشان اخد الشاور. مفيش حاجه اسمها زفت ولا طين. جميع الخطايا كلها ممكن تتغفر اذا تبت، كله يتغفر. اي خطيه، واحد سيريال كيلر، سيريال ريبست، واحد سفاح، كله ممكن يتوب ويعيش كويسه بعد كده. عشان كده عندنا رجاء في الخدمه، في الكونسلنج عندنا رجاء في كل انسان اذا بارادته هو عاوز يبقى كويس. دي انسر كويشن. يس، بس هو برضه الواحد بيبقى عايش في عمل خطيه زي سنه مره واحده، ازاي قاعد سنين بص مثلا هو زي الاسود قاعد مده يجاهد بعد كده بعمل روح القدس اللي فيه. تأكيد برضه في انواع ثانيه، هو ما فيش في رجاء دايما زي ما حضرتك قلت ده كويس. واجمل ما حضرتك قلته يعني ان الروح القدس موجود في الانسان مهما كان. The longer I stay، لما اتعود على حاجه، لو في الحياه اتعودت باستمرار كل يوم اخد حقنه هيروين، كل يوم اخد حقنه هيروين،
قعدت 20 سنة أخذ هيروين. Is there a hope for me to get out of heroin؟ أطلع برا الهيروين ده ممكن؟ طبعا ممكن. أكتر من كده إيه؟ واحد بيزنق، أعرف واحد راجل بلا سن من صغره لسن 75 سنة بيزني كل يوم. قبل نهاية حياته بست أشهر الروح القدس أنبه جامد جدا، راح تاب وبقى إنسان عايش في قداسة، بعد ست أشهر راح استاب. ما أقدرش أحكم إنسان أقول طبعا the longer I stay في الخطية بتعود على الخطية وقلبي بيجمد، لكن ستيل روح ربنا موجود جوايا، الروح لا يفارق، الروح موجود جوايا ويباكبني. وإيه هو الواحد فيهم أنا يتغير طبعا الأحسن، ده أملنا كخدام طبعا في كل حاجة. سؤال لو سمحت، هل ممكن فعلا روح القدس، يعني أنا سمحت إطفاء روح القدس يعني؟ هو يعني إيه بالظبط؟ بالظبط كده. فاكر قلت لك إن في حيطة حول النار؟ ممكن النار تطفي؟ لا، أنت مش هتحس بالنار، دي اسمها في الروح القدس مطفي، أنا مش حاسس بالنار في الحرارة بتاعتها. الروح القدس عمره ما ينطفي. طب ينطفي ازاي؟ ان في حواليه انا عامل جدار من الخطيه فمش حاسس بيه، كانه انطفى جوايا، انطفى في التاثير بتاعه في الحراره بتاعته. شيل الحيطه دي تحس على طول. ويعني ايه الامتلاء من الروح القدس؟ الحيطه مش موجوده والحراره ماشيه في كل المكونات. ايوه دخلت في الهوب جامد دلوقتي قوي. ايوه دي كومبوننت بتاع الكريستيان دي، اوكي، نظرتنا لاخواتنا كله موجود ما عدا الروح القدس. طب النور مش هنشوفه؟ طيب نعم، نعملهم ازاي يعني؟ اتعامل معاهم بمحبه. ليه؟ لان ربنا قال لي ان اخواتنا اللي هم مش مسيحيين دول ربنا هيجيبهم في يوم من الايام يدخلهم حظيره الايمان. دول خراف بس خراف خارج الحظيره، هجيبهم فيه وادخلهم. فانا باصص لاخواتي دول، اخواتي دول خراف زي هيومن بينج، زي انسان، لكن بيعمل اعمال غلط. يا حرام، لان هو الروح القدس مش جواه. لكن اهم حاجه اقول لك عليها بقى، الروح القدس مش جواه بس الروح القدس بيعمل عليه، بيشتغل عليه. كل انسان خارج الايمان الروح القدس بيشتغل عليه من بره، بيشتغل عليه، بيحاول يلين قلبه. مش ناس كتير بيكونفرت، بيجوا المسيح ازاي؟ في لحظه الروح القدس بيشتغل عليهم بالتدريج. ربنا مش سايب اي حد، ربنا عاوز الجميع ايه؟ يخلص الجميع، مش مسيحيين، الجميع يخلصون. ولما عرفت الحق يعني يعرفوه هو يجوا يقبلوه. حد عنده اي سؤال تاني؟ قساوه القلب دكتور، قساوه القلب اكتر حاجه تنبه الانسان وترجع قلبه للامتلاء بسرعه يعني. اكتر حاجه في حاجات كتير يا ابونا بتاثر خالص على قساوه القلب. من ضمن الحاجات اللي بتخلي واحد قلبه يفوق الموت، الدينونة. افتكر في يوم من الايام هقف قدام ربنا. كان زمان بيقولوا اي واحد فيكم شيء عندكم هنا اماكن تدفنوا فيها الناس، burial places، مش كده؟ روحوا كده زوروا وشوف مكتوب ايه على كل الشاهد. فلان فلان عاش من السنه كذا سنه كذا، عاش من السنه كذا. وكان بين ساعات فيرسز ايات وحاجات زي كده. افتكر وان داي اي ويل بي هير، جسمي هيبقى هنا وانا هبقى فوق. يا ترى فوق هروح يمين ولا اروح شمال؟ الحاجات اللي تفكر واحد سميها بالانجليزي ذا مايندفولنس اوف ديث، يعني انا افكر في يوم من الايام ان هطلع السماء
وربنا هيحاسبني. الدينونة، أنا عايش على الأرض عيشة مؤقتة. ففي ناس كتير يلاقي واحد ماشي، واحد صاحبه مات، واحد صاحب صديقه جدا صف عربية حادثة عربية ومات، يبتدي فوق إيه ده؟ ده كان معايا دلوقتي، بنشرب مع بعض وبنعمل خطيئة مع بعض، إيه اللي جرى؟ واحد بياخد دراجز أوفر دوز مات، اللي صاحبه بيفوق إيه ده؟ الموت بيفوق، وإيه اللي بيحصل؟ هو مش قصد الموت، ده اللي بعد كده راح فين؟ حصل إيه؟ أنا بتكلم على المسيحيين اللي عايشين بعيد عن ربنا. ده قصد قصتك يعني طبعا يعني. فضمن الحاجات دي زائد في ناس ربنا قاصد يفتح لهم بآية. ده ساعات واحد يلاقي ورق إنجيل مرمية في الشارع يمسكها كده يبص في إيدي يقرأ تلاقي آية تخبطه تفوقه. وناس ملحدين ربنا حرك قلبهم بآية مكتوبة كده يعني. لكن ربنا له خطة مع كل إنسان عاوز الجميع يخلصون. واحد مخه عقل بس يعني تفكيره إنسان عقلاني، واحد تاني عاطفي. الله وإيثيست ملحدين، الله بيرجع كل واحد بحسب إمكانياته. كل عقل يرجعه بالعقل، واحد عاطفي يرجعه بالعاطفة. في عندنا واحد في كاليفورنيا قعد 25 سنة ملحد، كان شماس ابت أرثوذكسي، شماس ابت أرثوذكسي، شماس حلو قوي قوي، سن 16 سنة بص كده وقال، كان في اسكندرية، بص كده في البلكونة كده وقال يا رب إن صح موجود لو موجود هات لي كذب، حصل اعمل لي كذب. ما حصلوش كده، أي بنت مش موجود. 25 سنة اتجوز وخلف جواه مبادئ صح، لكن ما يؤمنش بوجود ربنا. بعد 25 سنة قابل واحد قال له أنت إيه اللي مش موجود؟ قال له ربنا ده. إداله كتاب أبولوجيتكس، كتاب اللي هو إثبات إن في وجود ربنا إزاي وفي خالق وفي اللي هو المسيح وكلمته اللي هي الانجيل والانجيل ما يتحرفش ازاي كتاب. فطلع ان في حاليا في الجامعه في تشير في كلاس في الجامعه في الديبارتمنت ريليجن حاجه اسمها ابولوجيتكس، استاذ بروفيسور وبروفيسور وفي مجلدات. مين اول واحد مدافع عن الايمان في التاريخ؟ يوستين جاستن، جاستن ذا مارتر، اخر القرن الاول واول القرن الثاني، عامل 12 فوليومز دفاع عن الايمان. ففي واحد بيجي بالعقل يقرا حاجات بالعقل، وفي واحد يجي بالعاطفه الى حد يموت جنبه يتاثر ويتحرك قلبه. فربنا ليه اسلوب مع كل واحد، عاوز الجميع يخلصون. وربنا بيجيب فرص قدامنا، يجيب فرص تشانس مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان الواحد يفوق ويرجع. وإن شاء الله ربنا يرجع كل، إن شاء الله فرنسا كل قلب كاثوليك فيه رجعوا ومسيحيين فيه وقايين يا رب. شنطة مين بقى البرسلين؟ ملعت حرارة. سمينز نايس. حد عنده سؤال تاني؟ أسئلة في ورقة في كانت لكم نفسها. يبقى الوقت فيه رجاء في كل إنسان، hope in everybody. ومهما كان مهما كان الواحد عمل خطايا أسهل حاجة ياخد شاور، والخطية ما بتلزقش، الخطايا ما بتلزقش فينا، ما بتغيرش الطبيعة الحلوة بتاعتنا اللي جوه ربنا عملها فينا.